استياء شعبي وسخرية كبيرة من تغريدة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي حول قمع حملة الشهادات العليا وتذكيره بما حصل للتظاهرات في عهده من قتل واعتقال للمتظاهرين. هذه إذن تغريدة نور المالكي، وفيها إن تظاهرات خريجي الكليات وحملة الشهادات العليا في بغداد جزء من الحراك الشعبي المطلوب من أجل استيعابهم في دائرة عمل الحكومة واهتماماتها. التعامل مع هذه التظاهرات لابد أن يكون قانونيا وفي إطار هادئ استيعابي، وأن أسلوب القسوة لا يؤدي إلا إلى مزيد من الأخطاء التي تجر إلى عنف لا تحمد عقباه. الشباب العراقي عقب هازئا وساخرا ومستاءا من هذه التغريدة، كما لو أن المالكي لم يفعل ما هو أشد مرارة مما تفعله القوات الحكومية اليوم. نقرأ عليكم أبرز المنشورات التي كتبها عراقيون تعليقا على تغريدات المالكي. خلدون النجار يكتب: تقتلون الميت وتمشون بجنازته. بعد خلدون أحمد يكتب: وانت ب 2011 رشيتهم مية ورد انت وامثالك الى مزبلة التاريخ ذيل من ذيول ايران. بعد أحمد نذهب الى منشور ثالث. محمد الماجد يكتب: على اساس انت وحزب الدعوة التعبان مالتك ما سويتوا عملية تصفية لحملة الشهادات العليا بحجة اجتثاث البعث، اخر من يتكلم انت يا مجرم. بعد محمد الماجد نذهب إلى منشور رابع من عماد كريم يكتب: لعد بأيام حكمك شنتو دزون الملثمين يدججون المتظاهرين بالسكاكين، أشو ما تعاطيت وياهم بأسلوب قانوني. أيضا هذا فيه من الاستياء ما فيه. في المنشور ما قبل الأخير وربما الأخير صفا تكتب: المسؤول الأول عن تفشي البطالة هو غباؤك. تقول رسالتها موجهة إياها إلى صاحب التغريدة التي قرأناها عليكم قبل قليل. حسين الأسدي يكتب: لو أنت موجود كان ما رشيت عليهم ماي حار، لأن أنت خوش رئيس تركعهم صواريخ تريح راسك من الأخير، لأن أنت رجال صريح. مشاهدينا، كانت هذه إطلالة على أبرز المنشورات التي كتبها عراقيون تعليقا على التغريدة التي نشرها نوري المالكي.